السلام عليكم. يبدو أن الهجمات الأخيرة واسعت النطاق وعالية الشراسة من ريالمي وشاومي على معاقل سامسونج في الهند وباكستان وبعض الأسواق الآسيوية الرئيسية بمجموعة من الأجهزة المتوسطة والرخيصة. دفع سامسونج لإعادة الانتشار والتموضع والانتقال من الدفاع بجهاز M62 إلى إطلاق هجوم معاكس واسع بجهاز قوي ورخيص ويقصف كل وتر حساس عندي وعندك. أنا محمد من قناة تك تايم وأهلا بكم في فيديو اليوم. جهاز الهجوم المعاكس من سامسونج هذه المرة هو M42، بطل القيمة الجديد. جهاز راقي بتصميم من بلاستيك وبيت كاميرات رباعي العدسات مربع مشابه للM62. شاشة بالM42 أيضا راح تكون عملاقة بمقاس 6.6 إنج سوبر أمولد وبدقة الفول HD بلس، لكن بتردد 60 هيرتز فقط وليس 90 هيرتز بحسب آخر التسريبات لإيجتي، عكس المجموعة السابقة اللي أكدت شاشة 90 هيرتز للأم الأحدث. أيضا وهنا انتبهوا لي، عندك نسختين من حيث الأداة في M42، نسخة 5G وهذه أكيد مو إنه ولا الأسواقنا، وتجي بمعالج السناب دراجون 750G الأحدث، أما نسخة 4G واللي راح تدخل الأسواقنا خلال شهر 5 إن شاء الله، فراح تجي بمعالج كوالكوم أيضا وهو 730G مع رامات من الجيل الرابع بساعتين 64 جيجا بايت وذاكرة UFS 2.2 بساعتين 64 و 128 جيجا، ولكن مدخل بطاقة الذاكرة الخارجية راح يكون عندك موجود، ومدخل سماعات 3.5 ملم أيضا موجود، وبلوتوث 5.0 أيضا موجود بالجهاز. بالانتقال للكاميرات، فما عندنا غير معلومتين. الأولى هي عن العدسة الأساسية واللي راح تكون من سامسونج بقوة 64 ميجا بكسل وبتقنية تترا ايزوسيال لدمج البكسلات، وبالتالي قوة أكبر في التصوير الليلي والأضاءة المنخفضة. أما العدسة الثانية فهي كاميرا السيلفي واللي راح تكون بقوة 32 ميجا بكسل F1.9 باستخدمتها سامسونج في الأي 70 والواحد 71 وأيضا في الأي 72. آخر معلومة مؤكدة عن M42 بعد سعره هي بطاريته، أما السعر فالعديد من المصادر أكدت أن سعر الجالكسي M42 راح يكون ما بين 230 إلى 270 دولار أمريكي، يعني بأسواقنا ما بين 330 إلى 390 ألف دينار حسب السوق النسخة 64 جيجا بايت. أما البطارية فعالة الأم تمثل رأس الحربة في عالم البطاريات. M42 بطارية بسعة 6000 ملي أمبير وشحن سلكي بقدرة 25 واط، والشاحنة راح تلقيها بالباكيت، لكن الشاحنة اللي بالعلبة راح تكون ضد البيئة بقدرة 15 واط فقط. هذه كانت آخر الأخبار اللي متعلقة بالM42. أتمنى أن تكونون استمتعتوا بالفيديو، وأي أخبار وأي معلومات أخرى عن هذا الجهاز إن شاء الله راح نشاركها وياكم قادم الأيام. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، في أمان الله.